يمكن الفنان غسان اسماعيل ما تحمل فراق امه حقيقة بعد اقل من شهر من مصيبة وفاة امه. اليوم انتشرت اخبار تعرض الفنان غسان اسماعيل وزوجته الى حادث سير. طبعا احنا نتمنى له الصحة والعافية والشفاء العاجل، يعود الناس والاهل والجمهور وايضا زوجته. حقيقة هذا الشيء سوى ضجة مواقع التواصل الاجتماعي، وشفنا للأسف بعض البيجات نشرت خبر وفاته، وهذا اللي خلى الفنانة آشتي حديد زميلته بولاية بطيخ سابقا تنزل منشور وتقول رجاء ليش تنزلون أخبار ما تتأكدون منها، غسان اسماعيل صح تعرض لحادث هو وزوجته بس ألف الحمد لله ما بيهم شيء، وهالكلام من مصدر موثوق، قبل لا تقولون وتضخمون الأحداث عرفوا أنهم عندهم ناس تحبهم وأهل تخاف عليهم فلا تنشرون بكيفكم. وآخر منشور للفنان غسان اسماعيل كان يشكر الناس اللي عزته بوفاة والدته وقال شكرا لكل واحد زارني المجلس العزاء، شكرا لكل من اتصل بي، شكرا لكل من دز بصمة الصوت، شكرا لكل واحد كتب لي رسالة، شكرا لكل واحد نشر بحسابه تعزية، شكرا لكل واحد اتعاطف من بعيد، وشكرا لأن خففتوا مرارة هذا المصاب. الله يحفظكم ويحفظ عوائلكم وأحبابكم، وإن شاء الله نلتقي بأفراحكم. بقى شيء واحد، أتمنى ما تنسون الوالدة بالدعاء، وأنا من خلال هذا الفيديو أقول أتمنى ما تنسون الدعاء للفنان غسان اسماعيل وزوجته ولكل شخص تأذى بالحادث أنه يقومون بالسلامة ويبعد عنهم كل شر. وما زلت مستمر بدعم القنوات الصغيرة، وهذا شيء يعني أسوي مناسبة دعمكم إلي وكلامكم المشجع والمحفز. الشروط حتى تفوزوا يانا بالدعم هن الشرطين: الأول تشترك بالقناة اللي خالك إياها بالتعليق المثبت وتكتب لهم من طرف المميز، وبعدها تجيني على حسابي من الانستغرام اللي أيضا موجود المعرف بالتعليق المثبت، وهناك راح أشرح لك كل التفاصيل شلون أسوي لك دعم وشلون أصعد قناتك وممكن تحقق ربح من هاي القناة وتصير مصدر رزقك إلك والعائلتك.